مالها خدعي؟ هدايا اجي امتي اجي. شو عندهم بغا؟ اجي هيدا اجي. شو مالها خدعي؟ سكينة يا هدايا. صافي صافي كيش. لاش هذيك؟ قولي اجي قولي لاش هذيك؟ قولي لاش هذيك؟ شوف هي قولها علاش؟ قولها قولها شنو؟ قولي هذيك. قول يسعد عليك ولد اختي. نخليوها؟ قولها تنخليوها؟ نخليك. شوف حنايا حوايج تختك. انا خاد نكون على كل شيء حاجه ما يمكنش نكمل دم المتبرع. احنا صدقناها طيناها الله سبحانه وتعالى. صافي ملي غنعطي الحوايج ديالو عن صدقان حتى انا عندها نوع عبره اللي قادر ان شاء الله. انتوا في سبيل الله، انتوا في سبيل الله. حتى ملي كيكون الحوايج ديالها في الدار شوف بزاف ديال الناس كانوا مساكين قالوا لي عطينا الحوايج، ولكن شوف اخوتي والله اخوتي لا تقول لك صدقه في المقربين اولى. والله اخوتي راه حنا هنا في الدوار والله زعما ما كاينين ناس محتاجين والله العظيم. ما يمكنش يصيفط الحوايج منين الفاس ولا منين السلا ولا من القنيطره وما نساهم قدامها. يعني هي صدقه صدقه، ولكن هذا يقول الله زعما في المقربين اولى، يعني الانسان اللي قريب عليه الشيء اللي كاين. والله لا يسمح لنا وصافي. دابا هدايا قول لي الحقيقه، عز عليك الكساوي ياه، عز عليك الكساوي كاد يمشي ويطلع الميدان وتعلقني غادي عز عليك. حنا نعطيوهم للناس اللي محتاجين هذا الكساوي هذا كثر من احنا، حنا ما بقيناش محتاجينهم. اجا نقول لك عطي التحية للمتابعين. اقسم بالله والله الذي في يدك مخبر. طيب عطيو التحية للمتابعين، ما عطيتوش التحية. السلام عليكم مشاهدين ديالنا، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم فيديوهات في احسن الظروف. تحية لكم داخل الوطن وخارج الوطن. المهم كما شفتوا بديت نصور جات هدايا اللي هي بانت معاكم في واحد الحاله، كنعتذروا منكم ماشي هذيك، ولكن ما عندك ما تعمل، الدنيا هي هذه وهذا هو الواقع، ما عندك ما تخبع فيه. المهم دابا بغيت هالنهار نصدق بحويجه بنتي يا هما مسكينه وصافي، هادشي اللي كاين وبقاو مع الفيديو حتى طلعها. هي فيديو طوي معايا يا يا صدق يا لمن هذا نعطيها ماما انت واحد مخبز تاني كبر قولها ولا ارسم ميكونو عندي ذكر هيك عندها ذكرى. صافي خلي لها وحده ذكرى. صافي صافي خلي وحده ذكرى. شنو اللي غتخلي ذكرى؟ الله وري هادي اولا هادي اولا هادي اختاري يلا اختاروا اخرين غنصدقوها شو انا غنقطع لها يسع نقول لها صدقوها نخلي لها هادي ها هادي نخليها صافي خلي هذيك صافي ما ديك بحال بحال ها خلي لك هذه عندي ديال واحد صافي مسكينه وهذه كنت لابسه مسكينه جوج ودابا طول الحوايج بدا عليا هذه كنت لابسه هذه كنت لابسه ولكن راه حطيت حاجه ما تفاجئوش كانت تلبسها صافي هذا مخليها نبدا نخرج هيدا معوض كما كانوا عندي معلقين فين هو البندو ديالي شو هدايا قلبي لي هادشي مش انا عندي هادي انا عندي هادي انا عندي هادي ونخليك شي تعطي هادي قلبي هذا مزدد الصاك ما عندناش داك عندنا جوج تعطيناهم في الصاك لكن ما عندناش عرفت فيها بقيها كيف القفه تاع القفه عطيها هذا القفه ديالها نعطيها هادي هذه القفة هذه القفة هذه خاصة بها هي كانت كبرات هذه مسكينة شحال هزيناها في القفة هي اللي كانت نافعاني سبحان الله هذه القفة هذه فيما مشيت كنت نديها إيوا الحمد لله على كل حال حبيبي هذا عقل عليه فوقاش شرينا هذا
ها؟ هذا والله ما نعرف علاش كنت مشي انا ولاد ها علاش ولاد تلبس نسيت انا جديد وقت قلت لكم اخوتي حوايج جواريه انا صدقت حيت هي كانت كبر على اختها صدقت ولكن هذا مجهوديه ما كانتش مسكينه كانت غير كادو طوال الوزن ديالها كان قليل بزاف كما قلت لكم كافيها 5 كيلو خليته مليح ودابا يا صافي غنصدق لها كلشي ما خليت حتى شي حاجه تواكد السخانه فوديات هذه لبستها في شهر 9 المهم نطويوها عاد لهم في الصاب غنصدقوها ان شاء الله حنا عارفين اللي منها نعطيوها حيتاش هما اللي طلبوها طلبوها مني الحويجين د بنتي نعطيها من في سبيل الله جيب لي الصاك وحط القفاي في الغرفه زاد واخا صراحه كان عندي واحد الامل صراحه ما توقعتش المتابعين عاد موت ولا هم راه عندو التفاعل بالعكس هذا بعد كبير وهذا فين الكسوه كنت نلبس لا غير هذه ما كنتش نلبسها باقي جدادي نقول دابا هذا كبير في السخانه واللبس نتاعو هو ما شاء الله غير دابا خوتي ما عندنا موقف الحمد لله على كل حال شو ربي سبحانه وتعالى ما قلت لك انا ربي سبحانه وتعالى خلقنا وعطانا الاجل ديالنا صافي كون فيكون ايه شوفها تاتيكم بغته الموت تجي بغته ايه ما عندهاش ايش اقول له ما عندهاش الوقت تقدر تجيك في 7 اشهر تقدر تجيك في 8 اشهر تقدر تجي وبزاف الناس مساكين شفت عملوا لنا التعاليق قلت لك انا بنتي وحده من 19 سنه كاين اللي قالت كاين وحده المراه مسكينه قالت بني طاح لي في الباطيو من الباركو الباطيو ولا الباركو هذا المهم شوف اختي والله ما دلم راسك ما تا حاجه القادر ديالو هو هذا كيقول لك الاسباب متعدده والموت واحد هادشي اللي كاين تدلم راسها بزاف قالت طاح له ما دلم راسكم ما والو صبروا وكونوا قويين كما عبدو وربي سبحانه وتعالى غادي يجازيكم ها والله سلمى كم دخلت لي في اكتئاب ده تقول لي ديني عند الطايف اما الحاله اللي كانت فيها ملي توفات واحد الحاله فيها كصعيبه بزاف قالت لي بنتي ما ماتتش دابا ديال الطبيب قلت لها واخا دابا ديال الطبيب سبحان الله هنايا مرات مورا الموت بنتي حيتاش عبدو ما كانش معايا هنا في الدار ماتت وانا بحدي في الدار كان معايا غير الجاره ديالي صاف كان نهار ديال الجمعة جبت أخانا ورجعت نصلي في السوق عيطت لي مع 3:30 قلت لي البنية توفات رضعات مسكينة وكلات الرزياق ديالها ونعساتها سلمى من شاشة براتها دعا مول الأمانة أمانته شوفوا هادي كنت أرطع بيها بزاف هادي كانت نافعني معها هي كانت في الوزن مقليلة بزاف الحمد لله الحمد لله حتى هذا المليطه ديالها هي دابا واخا نصدق الحويجات ديالها غيبقى لي حوايج تخدم ماشي مشكل اي حاجه حنا كانت كنكون عندنا جوج منات جوج من الحاجه الحمد لله المهم حنايا بيدانا عطاوها لنا لجوال يا بيدانا صدقوها ملينا صدقوا لينا هذه الكرسي الطوموبيل ها هو عندي واحد باقي لي جديد وكنت كنستعملو لم ديقين باقي جديد ها هو يلا صبنا سلمى ها صبنت ست سبحان الله اخر تصبينا كنت نقول بنمشي مسافره بندي جديد شو حنايا نهضروا ما عارفينش شنو كاين القادر هو اللي كيغلب وديك النهار تكاب توفى قلت انت سياقتي هذيك سبحان الله والله الا كنت نقول زعما سياقت وخملت وهذه وجات عندي مسكينه الجاره ديالي قلت زعما العائله الناس عندهم الصحه مريضه وهذه ديتها للطبيب ديك الثلاث ايام قلت دابا يجيو يطلعوا عليا الجيران وهذه قلت سبحان الله انا كملت
ملي دخلت مسكينه انا اصلا كنت نطلع عليها دابا وساعه كو 5 دقائق كنت نطلع عليها كنت نطلع عليها ما بكاتش كنت نمشي نطلع تطليله الاخريه كنت نمشي نوضه زعما نعطيها ناكل حيت جوج ساعات كنت نقول بزاف هي ما عادش جوج ساعات تطليله الاخريه طلعت عليها هيدا برطمان الحمد لله على كل حال صافي عليتك يدي هيدا عرفت ماتت قلت لعبدو كبا يجيب واحد الراجله عدلنا النبيره انا مشغول صراحه ديك النهار هذا ايوا هو مشى يجيب الراجل صغبنا النبيره وكنت المونطي ديك الفيديو اللي نشرتو ديال البطاطا نقلع ديال البطاطا ومعنا يما ويما وكدا ديك كنت المونطي كنا صورنا الخميس والجمعه كنت المونطي باش نشرو ساعة وقفت تما وعيط له قلت له زعما باش ما نخلعوش قلت له اجي نديو العيله للطبيب باش ما يكون سخفات ولا شي حاجه جا وقال لي وحنا يلا جينا من الطبيب عاود نديوها للطبيب قال لي انا ما نجيش هيدا قال لي انا ما نجيش يلا دينا ولا ما نجيوها هو سبحان الله اللي حس ماتت باش نقول له انا العيله ماتت صافي 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 لالا 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 تاتا تاتا المهم اللي حس بالعيله ماتت قال لي واش العيله ماتت قلت صافي قال لي صافي انا ماجي قال لي بلا ما نجيب لك راجل انا ماجي عندك دابا ميتة صافي الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال نسكت العينور زعما نزل لنا هناك الغدا في الصباح ان شاء الله غنخرجوا شو هي دايما خليت لها شي تلكسو خليها لي خليتها لاش حنا دابا خصنا ما نخليوش ليلى صح كون مره ما شليل اما هدايا معاها الحل هدايا نسيلا وخليها هيا عندها الكسوه تحت اخرى تشوف فيه نقول لها هي هذه اش غدير صافا بيبا تعبي عبي بيبا هشيت وعديالي ادندنيالي راهي اشتي تايدي اهلي اشتي ديالي جو ان شاء الله اغلي اغلي عم بينكم ان شاء الله يا ربي مع الوقت ان شاء الله عم بين حيت انا ما بينتش يا خرافات يا بحال ما شفتوهاش والله دابا نوريهم الفيديو ان شاء الله في هالفيديو هذا نوريهم ديك الفيديو نقيله ما يشوفوها غنوريكم هذه حيت بزاف الناس بزاف الناس كيقول لك العين حق اي اخوتي العين حق ولكن المتابعين ديالي هما الناس كيشوفوها راه عرفتي شحال في الجنازه كانت الجنازه ديال جو ديال كانت كبيره ما شاء الله وشحال شي حكى بهذا البشر كلشي شاف جواريه كلشي وزعما المتابعين اللي كيشوفوا فيا هما اللي كيعينوا بعدين ما يمكنش ما يمكنش حتى المتابع حتى هذاك اللي يجي عندنا على الدار وبزاف الناس كيدخلوا حتى هذوك يكونوا عين جواريه وجوديه وعبدو وزعما وزيد ومريم متابعين انتم ديالنا وحنا ديالكم شوفونا ونشوفكم ان شاء الله بحول الله الا كتب كبروا شويه ومبينين ها حنا انا كنا قررنا في شهر 3 15 في شهر 3 انا قررت ان نبين ان شاء الله دابا غنبين جواريه ان شاء الله بحول الله ان شاء الله بحول الله الا كتب اذا كتب اذا كنا من اهل من اهل هذه تجي شي 5 في رمضان ولا 4 في رمضان طيب بلغنا رمضان ان شاء الله يلا يا جماعه سلمي عدد هاي كان زي قلب الدنيا اخوتي قررت انني نبدا حياتي جديده ونتهلا في ما مسكينه بزاف اللي هي الام ديالي نتهلا فيها بزاف علاش ما قدرت نتهلا في الوالده ديالي حيتاش ما بقاش شي حاجه في الدنيا شغالي ما غيرها والداتي اللي هما دابا اهم حاجه بحياتي خصوصا الام هي اللي كتجرب دابا في المثال انا جربت الحرقه بنتي ملي ماتت وهذه اكيد زدت لي المهم يما كانت عندي عزيزه واي حاجه كنت نعطيها لها ولكن دابا يجي والله تاع زديت بزاف يا ربي الحبيب سهل عليا باش نفرحها وصافي صافي انا كملت دابا صافي بنتي صراحه رجعت مورا المده ختام خاصها غير ماماها خوتها ما تقبلهمش باه ما تقبلوش خاصها غير ماماها تجي لي عندي بزاف دابا خاصها كو غير في يدي واكيه صافي صافي خلها تكمل
قل لها مع خوتي. بسلام عليكم، تهلاو فراسكم. كان هذا هو الفيديو ديالنا، وبسلام عليكم.